شركة إريكسون إنيشيتيف في مجال التدريب. مهندس حسام أندير، مساء الخير. تحياتي للدكتور ماجد عثمان وللسادة الحضور الأفاضل. أنا اسمي حسام أنديل، مصري. اشتغلت في مصر في شركات مختلفة، اشتغلت في شركة إريكسون في السويد وفي مصر. أنا حاليا ماسك الاستراتيجية في الشرق الأوسط. هتكلم النهاردة عن ثلاث حاجات: عن رؤية شركة إريكسون لمجال الاتصالات وأهميته في تنمية المجتمع. تاني حاجة هتكلم سريعا على ارتباط شركة إريكسون بمصر. تالت حاجة هتكلم على نماذج من الانيشتيفز اللي احنا بنحاول نعملها عشان نساعد مصر بعد الثورة. اول حاجة ارتباط تكنولوجيا المعلومات او الاتصالات عموما بتنمية المجتمع. إريكسون شغالة في حوالي 270 بلد في العالم، وشفنا من خلال التجارب المختلفة على مدار السنين اهمية مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنمية المجتمع وتنمية الأفراد وتنمية الشركات. فشوفنا علاقة وطيدة جدا بين الحلول بتاعة تكنولوجيا الاتصالات والناتج المحلي القومي، وقد إيه في علاقة مضطردة جدا لتنمية الأفراد وزيادة الحالة الاقتصادية في البلد. ارتباط إريكسون بشركة بمصر من سنة 1897 عملنا خط سلكي بين القاهرة والأسكندرية، ومن أيامها احنا موجودين في مصر. شركة إريكسون معتقدة اعتقاد شديد جدا ان مصر هتتحول تحول كبير جدا في الفترة اللي جاية لطفرة اقتصادية معتبرة ولنمو اقتصادي ولطفرة في مجال الاتصالات اكتر واكتر. كنماذج للمشاريع اللي احنا بنعملها، صراحة انا حاولت افكر، يعني كان في زي ما بيقولوا ايه روح شعبية وروح وطنية جامدة جدا في الشركة من بعد الثورة. فمثلا نموذج على مستوى الافراد، قد ايه احنا بنلاقي الافراد المصريين كاليبر عالي جدا ومستوى عالي جدا سواء في التكنولوجيا او في الادارة. دلوقتي عندنا من مصر في ناس بتساهم مساهمة جادة جدا في سواء software development، حاجات بتنتج للعالم كله، أو سواء لدول حوض النيل، أثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان. بنبعت خبراء من مصر بيساعدوا البلاد المختلفة دي، ودي حتى الناس بتاخدها من منطلق توري إن مصر مساهمة جامد جدا في منطقة الشرق الأوسط. بالنسبة لمثلا الحلول، قد إيه إحنا معتقدين إن الحلول اللي بتجيبها الاتصالات تساعد على تنمية المجتمع. ففي كلام ومع الشركة بتوعنا في والعملاء، قد إيه إن إحنا ممكن نعمل موبايل بايمنت، موبايل هيلث، موبايل بانكينج، كل الحاجات دي قد إيه ممكن تساعد المجتمع إنه ينمو وتسهل كتير جدا من الحياة الاجتماعية في البلد، وتسهل برضو الحياة الاقتصادية للشركات المختلفة. على مستوى النوليدج زي ما بيقولوا، عندنا نشاط تدريبي، بقينا بندرب خريجين كل حوالي 3 أشهر 50 خريج. لسه أول حاجة كانت في شهر إبريل مع شراكة مع الانتي آي، مع دكتور أحمد. بنديهم الديزاين برينسيبلز لكافة التكنولوجيات الحديثة، LTE، 3G، IMS، كل التكنولوجيات الحديثة. ومش مجرد بنديهم القشور بس، بنساعدهم ان هم ازاي يصمموا الشبكات دي. على مستوى تاني، لو فكرنا على مستوى السوسايتي او المجتمع، زي ما بقول لحضراتكم كان في طفرة كبيرة جدا جوه الشركة، وعملنا شراكة بين الموظفين وبين إدارة الشركة ان بقينا نلم شهريا، زي ما بيقولوا بقى الموظفين بيحطوا جزء من المرتب بتاعهم
في صندوق، والشركة بتضيف ما يعادل القيمة اللي اتجمعت وبنحطها في نشاطات مختلفة، منها علاج المبتسرين من بعد الثورة، منها زيارات وعلاج للناس المرضى، منها نشاطات لاتجاه الأيتام ودور الأيتام وأشياء من هذا القبيل. ففي زي ما بيقولوا في نشاطات مختلفة على مجالات أو على أصعدة مختلفة، وإحنا عندنا استعداد يعني اللي عايز يجتمع معانا ونحاول نعمل حاجة برضو أكتر في روح كويسة جدا أنا شايف في البلد وجوه إيريكسون. أشكركم على وقتكم وسعيد جدا أن أنا موجود النهاردة. أشكر المهندس حسام.